والله يعني هي القصيدة أنه تتكلم عن طالب أو رجل يحب لبنت، لكن ما ساعدته الظروف ينطوه إياه، فجبرها يعني أهلها، فهو يقول لها هي بكيفكم تردون تطوها، سالفة المهر لا تبدي سدوها، ما كبرت بلاش الكل نخل فلاح، عقب ما رطبت تردون تحوها، لا تعبون حتى من تزوجوها، الحمامة الزاجل ترد لو انهدوها، سألوا اخواتها لو منها راد انشي، اذا مو بي تحلف ما يصدقوها، انكشف مفتاحها يعرفونها من الضوج، الرادة وتبتسم بي يذكروها، اهلها خباف وقفوا حرس يم العين، خافن بي تحلم ما يخلوها، وصل 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 بيها الترف تروي عبالك ماي، اذا رادوا سقي للقاع يجفوها، ووصلت غيرتي وياها تعرف وين اغطي خيالها خايف يشوفوها، ابكي وياي ابكي وياي للمثل البكي معذور، انا الحبل بت بس غير اخذوها، انا الحبل بت بس غير اخذوها، عرفت ما راضية وزعلانة وتحبني، من طاح الدمع من قام يرسمني، ما تبكي عليها الناس تسألني، شهذا شنو المبلل بردني، انا لو ما الفراق الماخذك مني فن الشي بهذا قدر يوصلني، امي تلم صورها وتجي تقابلني، لان تدري الصور تقدر تطيبني، المسير علي ما يفتهم مني، لان ينبيت هالصفنات تاخذني، شدوا عيونها ووقفوني بين رجال وسألوها علي تقدر تميزني، انا ادري الاحبها معدله ومبيت اذا ما تشوفني شمني، مشت ومن العصر قمت استعد للنوم، منو اللي يستاهل اسهر من مشت عني، افرض لو متت تتوقع يخلصون، انا مثل البذور اعدل من الطمني، سلامتكم الله يعزك.